اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم يا بلدنا يا حلوه علشان تفضل بلدنا حلوه واحنا بنتكلم عن مصر الجميله الحلوه لازم يبقى اهلها بصحه وسلام وامان أم عايز افكر الساده المشاهدين بس بحاجه كده حصلت احنا خدنا حرب كانت قويه جدا 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 الحرب دي في الفترة الأخيرة على فكرة أنا مش بتكلم بقى على حرب جنود وجيوش وكده لا 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 بتكلم على حرب صحة دايما لما تعوز تقضي على دولة على مواطنين على حاربهم في صحتهم ابعت لهم أكل فاسد ابعت لهم حاجات تمرضهم ابعت 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 تلاقي انت الدنيا بقى مرة واحدة ايه مش مظبوطة في الصحة لما تبقى صحتك وحشة لا تعرف تبني ولا تعرف تلعب رياضة ولا تعرف ما تعرفش تعمل أي حاجة ما تشتغل تبقى تعبان مرهق نبقى دولة مرهقة كان عندنا أزمة كبيرة في مرض اسمه فيروس سي طيب أنا معايا على التليفون الدكتور محمد عز العرب استشاري البطنة والكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي أهلا وسهلا دكتور محمد مساء الخير مساء الخير يا استاذ احمد تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. وحشنا كده دايما يا دكتور ودايما كده ان شاء الله يبقى في تفاؤل بالاخبار الجميله اللي بنقولها. آه بعد ما خلصنا 100 مليون صحه وقدرنا نكشف على اكثر من 60 مليون مواطن مصري والحمد لله نسبه الشفاء تخطت ال 98%، الحمد لله مصر ما بقاش فيها هذا الوباء. ليه تجاه الدوله دلوقتي لان احنا نعمل حمله قوميه جديده لمحاربه اورام الكبد وايه الخطوات اللي هتقوم بيها الدوله؟ طبعا نقطة علاج فيروس سي والشهادة الدولية من نظام الصحة العالمية بأن مصر هي أول دولة على العالم تصل للمستوى الذهبي في طريق القضاء على الفيروسات الكبدية وفيروس سي خصوصا والإنجاز ده إحنا أول دولة في العالم في هذا الإنجاز وكنا للاسف شديد ما حضرتك تفضلت الدوله الاولى في العالم في عدد المصابين بفيروس سي. صحيح. و فده يعني انت قلبت 180 درجه وده ده يعتبر انجاز تاريخي ولو تسمح لي ان مبادره يعني 100 مليون صحه دي يعني كانت 7 شهور من اكتوبر 2018 حتى نهايه ابريل 2019 كشفت على 62 مليون مواطن وده رقم يعني كبير لم صحيح. تحدث في البشريه خلينا اقول تبعات المرض كثيره جدا ومن أهم التبعات آه هي حدوث تليف الكبد، يعني لو قلنا ال 100 واحد جالهم فيروس سي آه 85% بيدخلوا الدور المزمن بعد ست شهور، من 85% دول خمسهم 20% يعني بيدخلوا آه تليف كبد على مدى 60 20 سنة، ومن الرقم ده 2 ل 8% سنويا بيجيلهم سرطان كبد. مم. فإذا الموضوع يعني, يعني هنا هنا يا دكتور بس نقطة مهمة قوي يعني هل سرطان الكبد أو الأورام اللي موجودة في الكبد هي مصاحبة الفيروس سي بشكل مباشر ولا في أسباب تانية ممكن تسبب أورام الكبد ده نقطة مهمة جدا في أسباب كثيرة جدا بتسبب أورام الكبد الأولية اللي هو سرطان الكبد ولكن عندنا في مصر كان السبب الأول هو فيروس سي نتيجة ليه؟ كان العدد كبير جدا من المرضى يعاني فيروس سي وكان المرضى بيعانوا فيروس سي وجالهم تليف كبد نسبة زي ما قلت 3 ل 7% في المائة سنوات بيجيلهم او 3 من في المائة بيجيلهم سرطان كبد فكان نسبة يعني يعتبر من نسبة للأسف شديدة وكبيرة جدا على مستوى حتى العالم بالنسبة لمصر يعني للأسف احنا يعتبر من الدول كان عالية الحدوث لسرطان الكبد طيب, طيب, طيب إحنا, إحنا, احنا النهاردة فين بقى يعني هل احنا نقدر نقول مصر النهاردة واقفة على رقم ايه او شكله عامل ازاي وايه الاجراء اللي ممكن نتخذه خلال الفتره الجايه ممتاز جدا جدا خلينا نقول ان احنا من يعني اول الثمانينات كان نسبه الاصابه بسرطان الكبد ونخلي بالنا من الارقام كان اثنين لكل مئة ألف من عدد السكان جينا الرقم ده تضاعف بشكل كبير جدا وغريب وحسب دراسة هامة جدا في المعهد القومي للأورام اه نشرت في 2014 النسبه دي تعدد 30 لكل 100 ألف من عدد السكان. تخيل حضرتك يعني مضاعفه ب... طبعا يعني عدد ضخم يعني ده. كبير جدا جدا. طيب اذا يبقى الارقام زادت في مصر وعلى مستوى العالم في زياده ولكن كان زاد في مصر اكبر احنا كنا من دول قليله الحدوث لسرطان الكبد في الثمانينات بقينا من دول عاليه الحدوث. طب هنا بقى كان فلسفه انبثقت من بادره 100 مليون صحه المبادرات الهامه وكان مبادره الكشف المبكر لسرطان الكبد ولو تسمح لي انها بدات فعلا في سبتمبر 2019 لكن خدت الخطوات الجديه خلال سنتين فاتت خلينا اقول من خلال المراكز العلاجيه التابعه لجنه القوميه مكافحه الفيروسات الكبديه يتم الكشف على الاورام الكبد ويتم كمان يا استاذ احمد حاجه هامه جدا انه يتم اخذ العلاج مجانا لمن يثبت ان هو عنده سرطان كبد شامل للعلاج ده تخيل حضرتك العلاجات المتقدمه جدا جدا اللي هي غاليه الثمن جدا وحتى غاليه الثمن ان احنا وصلنا للعلاج المناعي اللي هو بيؤخذ لسرطان الكبد المتقدم وده يعني عايز اقول ارقام يعني تكلفته عاليه جدا جدا بيؤخذ مجانا نعم. من خلال هذه المراكز. نعم دكتور خليني اقول دوكي اه لو تسمح لي اتفضل 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 اه استاذ احمد الرساله الهامه جدا في النقطه دي ان احنا مع انجاز يعني القضاء على فيروس سي ونسبه الاصابه دلوقتي بقت 38 من 100% يعني اقل من 1% ده انجاز تاريخي خلينا نقول ان خلي بالنا الناس اللي عندهم تليف كبد وحتى لو شفوا من فيروس سي نقول لهم لو سمحتوا تعالوا للمراكز العلاجيه والمجان اعملوا الكشف المبكر بنعمله كل اربع شهور عن طريق الموجات الصوتيه ودلاله الاوراق. نعم دكتور محمد عز العرب بشكرك جدا على هذه المداخله، كلام مهم جدا قاله الدكتور محمد عز العرب لو حد من الساده المشاهدين بيتفرج علينا شفي من فيروس سي برضه روح تابع وعشان ان شاء الله ما يبقاش في اي توابع تانية تكون سيئه بس الحمد لله الدوله المصريه موجوده وفي ظهر صحه كل مصري. تاني بعد هذا الفاصل ويمكن من ضمن المشاكل اللي بتواجه الناس شوية هي فكرة تساقط الشعر لدى الرجال ولدى السيدات آه وده آه بنتكلم بقى مش في الاعمار بقى السنيه الكبيره احنا بنتكلم في الاعمار السنيه الصغيره يعني بنبتدي نشوف المشكله دي ابتدت تحصل آه 18 20 21 سنه بنلاقي الشعر ابتدى يقع عند بنات كتير وعند ولاد كتير ف نحل الحكايه دي ازاي عشان احنا يا بلدنا حلوه جبنا لكم الاستاذه ايه اسبتان وهي اخصائيه الشعر والتجميل ايه مساء الخير منورانا بنورك يا احمد دايما كده ليكي يعني طله جميله ما شاء الله ودايما منورانا من هنا في الاستوديو بجد والرجاله والستات والشباب والبنات بيشتكوا احنا شعرنا بيقع نعمل ايه شعرنا بيقع ليه ليه نسال السؤال ده, ده. آه ليه بقى انت يعني عملت اللي عليك اللي هو اللي هو غذاء كويس باكل كويس بشرب مياه كويس مواعيد نومي كويسه الروتين الروتين اليومي بتاع شعري بسرح بطريقه كويسه ببتدي انشفه بطريقه كويسه ببتدي امشطه او اسرحه ازاي كل التفاصيل بتكمل معايا الحكايه بتفرق بتفرق طبعا طب احنا اللايف ستايل بتاعنا للاسف غصب عننا بيخلينا نهمل شعرنا يعني انا غصب عني عايز اكل جعان مفيش مش بس انا بره فهاكل فاست فود انا جاي راجع تعبان مش قادر بقى الست اغسل شعري على طول اشوف شعري اللي طرب بتاعنا اللي حوالينا بيجبرنا على ان احنا ما ناخدش بالنا من صحتنا شويتين فنعمل ايه؟ النهارده منتجات سلع هتحل المشكله دي داخليا وخارجيا، داخليا جايبين مكملات غذائيه، الناس اللي عندها سوء تغذيه في اي حاجه، اي نقص فايتمز موجوده، اي عناصر الجسم محتاجها، الناس اللي عندها انيميا وعندها مشكله في الحديد هو في حديد، الناس اللي عندها مشكله في الزنك وعندها ما عندها, عندها مشكله في التهام وعندها مشكله في الترطيب فهو في زنك، الناس اللي عندها مشكله في الكالسيوم، في النحاس، البيوتين، الكرياتين، كل الفايتمز اللي جسمها محتاجها احنا النهارده جبناها، يبقى النهارده كده عالجنا داخليا. داخليا في هنتكلم في الـ 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 ال او الالب مالتي فيت الالب مالتي فيت 13 أه 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 بروتين 13 دواء في كبسوله واحده اي مشكله متعلقه بالبشرة اي مشكله متعلقه بالشعر اي مشكله متعلقه بالجلد متعلقه بالاظافر انا عندي كلها اتحلت هو مقوي عام مكمل غذائي حتى الناس اللي بتروح الجيم الناس اللي محتاجه باور محتاجه ان تبقى نشطه طول الوقت تقدر تاخده فده الالب مالتي فيت بيخش يكمل لنا يكمل كل العناصر الغذائيه اللي هي الحاجات الناقصه اللي عندنا في ناس اصلا بتاكل ش... كويس في ناس اللي آه بتقولك بتقول لك بتاكل كويس بتقول لك انا ما بحسش ان انا مثلا الاكل بيبان عليا آه كلمة بيبان عليا دي الامتصاص يبقى عندها مشكله جسمها ما بيمتصش المعادن والفيتامينز اللي هي بتاخدها اه طب ما دي با با هنا مشكله طب ما لو الب ملتي فيت ده بيساعد على الامتصاص بيساعد يبقى على الامتصاص يبقى بيتخن وبيت... يبقى اللي بيتخن يبقى التخين إيه؟ يبقى التخين ما ياخدوش لان المليان سنه لو خده هيتخن اكتر ولا لا هو مش هيزود الوزن مش هيزود مش الوزن مش هيزود الوزن آه. بالعكس هو في فيتامين سي وفيتامين سي ده كمضاد للاكسده فهو م. بيعلي اصلا معايا معدلات الحرق يا يعني هو نقدر نقول ان هو بيظبط بيعدل لو حد رفيع قوي عايز بصوت. يتخن فبياخد ده يساعده على ان هو يقدر يملى لو في حد عايز يخس ياخد اليه البي مالتي فيتامين يساعده على ان هو يحرق بالضبط. الفاتس اللي موجوده طب والله طب انا كده عالجته عالجته ده بيقول احنا عالجنا ولا خبينا ولا دارينا احنا عالجنا عالجنا الموضوع داخليا بالمكمل الغذائي بعد كده بقى خارجيا انت عملت اللي عليك في شعرك ايه آه. بتستخدم له مواد كلها حاجات فيها كيميكال فممكن تاذي الشعر هل بتحط عليها حراره طب ما كل حاجه كيميكال يا استاذ ايه إحنا ايوه ما هو بس حياتنا حوالينا كلها كامل عشان كده ابتدت تظهر امراض غريبه ما كناش نسمع عنها في سن صغير ابتدت تطلع لنا عناصر يعني او ظواهر كتير غريبه ما كناش بنشوفها قبل كده مم. فلازم نرجع تاني للطبيعه طب هل انا السنين اللي انا قعدت استخدم فيها آه مواد كيميائيه على شعري <applause> وتعبت شعري واجهدت الشعريه فيها في خلال وقت قد ايه لو استخدمت الشامبو بتاع السلة ده قعد الحكاية أنا عندي الحكاية فيها قصص كتير أنا عندي مشكلة كانت في التساقط ولا كانت عندي مشكلة في التلف ولا كانت عندي مشكلة في الهيشان ولا في الرطوبة ولا في التعجيز ولا في الإنبات كل حاجه من دي لها عندي مده بس بقول لك من اول اسبوع في شامبو فرامسلا اه يعني انت يعني بتتكلمي على حسب الضرر على حسب العلاج يعني بصف. حسب مده يعني احنا العلاج يعني مثلا لو بنتكلم في الاطاله مش هقدر اقول لك في اسبوع هنطول اه مش هقدر اقول لك احنا في الشهر من 5 ل 7 سم اه للشعر اه بس احنا بنتكلم مثلا في الترتيب وانا بقولك لك من اول اسبوع في الترتيب انا عندي زيت الارجان واللوز والبيوتين والبانسينول وكمان زيت زيت جوز الهند كل الحاجات دي تديني ترطيب من اول يوم م. طبعا عندي مضادات الاكسده اللي موجوده في الكافيين وكمان زيت شجره الشاي وكمان زيت النعناع هتمنعني التصاق ده كل ده في الشامبو احنا ممكن نقدر نقول الشامبو ده مضاد بكتيريا لان فيه زيت النعناع قوي جدا اي ناس عندها بكتيريا في فروه راسها طب ما ده كده الفطريات دي تعمل قشره اللي موجوده تعمل قشره واحنا أه. عالجنا احنا من اول يوم بنستخدم ان احنا بنعالج م. بس اللي انا اعرفه او اللي بسمع عنه يعني ان الشامبوات بتاعه القشره بتنشف الشعرايه حلو ليه بقى عشان كلها بتبقى حاجات تشيل الفرو او بتعمل على ان هي بتقلل الافرازات الدهنيه من فروه الراس عشان خاطر ما تعملش قشره بالظبط طب معنى كده ان شعرك لها جفاف آه. الجفاف هيقلب معايا بتلف التلف آه. هيقلب معايا بتقصف شكرا النهارده راحت الشعرايه راحت الشعرايه يبقى انا آه. اصلا دايما تلاقي الناس اللي عنده قشره جايب شامبو للقشره اه وجايب شامبو مرطب آه. وجايب, ش... وجايب بلسم وجايب آه. كريم جايب حاجات كتير طب ده بيعمل ده بيعمل كل حاجه يعني ده بيعالج, بيعالج من, من غير ما يعمل جفاف آه بيعمل في زيت النعناع مضاد للبكتيريا وكمان بيشيل الرواسب الدهنيه وكمان بيشيل القشره فهو كده نظف لي فروه الراس. كمان في زيت الارجان وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت اللافندر كلها زيوت مستخلصه معصوره بتقنيه تخلي الشعرية بتاخد اعلى امتصاص منها. الله كمان زيت زيت اللوز الحلو. كده احب انا دايما افتح القشره وكمان يعني هيديني ترطيب بنشوف اذا كان الحكايه هي هي ولا لافندر بقى و... الله انا جت جميل جميل لا لا يعني الريحه وكمان عايز اقول لحضرتك على لافندر صح يعني هو كمان زيرو سلفات الناس اللي زيرو سلفات ايه أوه. سلفات؟ السلفات السلفات دي ماده بتنشف الشعر تمام الناس طب ويحطوها ليه عشان خاطر كماده حافظه اه كماده حافظه انت بتتكلمي من الشامبوهات كمان وكمان التانية... بتدي رغوه في شامبو كتير آه فأنت بتتكلمي الشامبوهات التانية بتحط سلفات علشان تحافظ عشان على الرهوة بتدي آه. بيرغي كتير فالناس تبقى فاكره ان هو كده بينظف الشعر اكتر. اه اوكي. وفي نفس الوقت هي كمد حافظه. يعني أنا... يعني ده رغوته قليله مش رغوته كتير. اه سعر. طب انا السلفات ممكن يضر الشعر في ايه؟ اول حاجه بيكسر الشعرايه بينشف الشعر والحاجه الثانيه الناس اللي عامله صبغات ممنوع تستخدم سلفات، الناس اللي عامله جلسات ترميم او فرد او كولاجين او كريستال او اي السلفات ده يرهق الشعريه اكتر. يرهق الشعريه أكثر. لا هو بيكسر الماده اللي محطوطه على الشعر. اصلا يعني اللي انت عملتيه راح. بالظبط فدايما مجموعات العنايه بالشعر بتاعت الناس اللي عامله ترميم او تريتمنت او اي حاجه في شعرها يبقى لازم تستخدمي مجموعه تبقى طيب. زيرو سلفات يبقى احنا كده بنتكلم في مجموعه سله ده هي الحل الامن بقى عملت بقى شعرك عاملة كرياتين مش عاملة كرياتين عايزة تحافظي على شعرك عملت حمامات ما عملتيش استخدموا مجموعة ااا هتمنع التقصف آآ وتمنع التلف وتمنع الهيشان وكمان هتدي نعومة وانسيابية وإطالة وإنبات أي حد عنده مشكلة في التساقط هتقل من أول أسبوع استخدام طيب كلميني بقى النهاردة عن آآ آآ ايه اللي الشركه بتقدمه للساده المشاهدين؟ هنتكلم طبعا عن برودكتس بس انا عايز اتكلم الاول عن اديني اوفر. اول هديه احنا جبناها النهارده ان المنتج عندنا مرخص من وزاره الصحه فهو امن على الاطفال وامن على الحوامل والرضع وكل الناس اللي عندها مشاكل هو امن عليها ادي دي اول هديه ان انت جايب منتج مرخص تمام الهديه التانية طبعا احنا مش هنسيب بس شعرنا حلو وبشرتنا تحلو لا احنا النهارده في سله هنجمع الاثنين ان احنا اللي هياخد مجموعه الشامبو مجموعه الشعر يعني اللي هي الشامبو والبلسم والسيرم بتاع التساقط والانبات والاطاله والتنعيم هياخد مجموعه البشره اللي هي كريم تفتيح وترطيب وكمان بيشيل اثار الحبوب وكمان معاه سيرم شد ونضاره البشره طيب عرفنا شامبو بيعمل ايه عايزين نعرف البلسم والسيرم بيعملوا ايه بس خلونا نطلع نشوف تقرير لسلة ونرجع لكم مره تانية رجع لكم تاني بعد التقرير ده وقبل التقرير كنا بنتكلم عن لو عايز اعيش حياه شكلها احلى اعمل ايه؟ استخدم مجموعه سلة تكلمنا عن الشامبو في بلسم وسيرم بقى محتاجة اتكلم شويه عن البلسم احكي بقى شويه عن البلسم احنا النهارده غسلنا الشعر وشلنا كل الاتربه اللي فيه وفتحنا المسام محتاجين بقى ان احنا نغذيه ونقويه عشان كل مشاكل التساقط او التلف او الحاجات اللي كانت عامله لي ازعاج في شعري تتحل وأنا النهارده عندي بلسم سله اول حاجه ترطيب قوي جدا دايما اقول لك كل حلقه برضه اكد لك ست مرات زياده ست مرات زياده ليه بقى مم. الفرق بين البلسم وحمام الكريم ان البلسم وحمام الكريم اول حاجه ان الماده بتاعه البلسم سريعه الامتصاص وفي نفس الوقت تتحط على الشعر مده اقل تمام البلسم بيتحط من خمس ل 10 دقائق بالكثير قوي الحمام الكريم ممكن يوصل لنص ساعه انا البلسم ممكن اقدر اعمل بيه مساج في الشعر فممكن يقلل لي كمان التشابه تمام يعني احنا واحنا بنستخدم بلسم ما بنحطش بلسم ونشرف على طول ده نسيبو خمس دقايق خمس دقايق بنسيبه خمس دقايق كتير خمس دقايق لا خمس دقايق ماشي خمس دقايق تمام الكتير بقى لو حمام الكريم ده, ده رجاله او نفسها. ستات اه خمس دقايق لا والله يعني الشعره القصيره دي زي م. بسم الله ما شاء الله الشعره الطويله ده خمس دقايق لازم ابتدي اغذي الشعر كله لازم ابتدي آه. اوزع بكميه متساويه ما احطش مثلا هنا واسيب اللي تحت او العكس إحنا عندنا الحمد لله موضوع مش محتاج يعني أنتوا عندكم الحكاية معقدة عندنا يبقى هنا لازم نهتم أكتر لو في أي مشكلة في التساقط هتبان عني أسرع آه لأن طبع. الحجم أو كمية أقل آه. في النهاردة عندي منتجات سلة بتقلل التساقط وكمان الصلع الوراثي كل طبع. المشاكل يعني دي. يعني منتجات المشاكل مش سيدات فقط سيدات ورجال اه الاتنين منتجات سلة تقدر دايماً أقول منتجات سلة هو وهي نقدر نستخدم احنا الاثنين لأن احنا في الاخر مشاكلنا واحده طلف تلف تساقط تقصف كل المشاكل دي هي مشاكلنا واحده طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الشامبو واتكلمنا عن البلسم عايز اتكلم عن السيرم وايه اهميه السيرم وليه السيرم في ناس كانت بتحس انه انه في ناس بتقول لك السيرم بس حاجه تقيله ومزيت كده وبتاع بس ده مش كده يعني ده اللي عايزته حاجه لايت جدا ولما حطيت حتى الحكايه مش 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 طالع في ايدي وحاجه جميله عشان احنا يعني. دايما بنروح اللي هو مستخلص مستخلص يعني هو خلاصه زيوت طبيعيه اتخذت بطريقه عصر معينه خلت س... خلت اللزوجه بتاعتها اقل وفي نفس الوقت الامتصاص اسرع انا كل اللي انا عايزه من السيرم ايه ان هو يعمل لي كفر للشعر فلما يعمل كفر يمنع عنها الحراره يمنع عنها الضوء يمنع عنها التراب يمنع عنها اي اذى وفي نفس الوقت يغذيها فلو احنا اتكلمنا عن منتجات صله للشعر كلها فاحنا بنتكلم في بيوتين في كرياتين في بنسينول في زيت ارجان في زيت لوز حلو في زيت شجره الشاي في زيت في كافيين في كمان زيت نعناع كلها مضادات اكسده وكلها فيتامين ومعادن هتقوي الشعريه جدا فاللي هو هياخد الفايده من الشامبو وياخد الفايده من البلسم وياخد فايده من السيرم فانا خلاص مفيش حل ثالث مفيش حل تاني خالص ان هو لازم الشعر ورحت السلح. مكمل عليهم بقى بالاي ال بي مالتي فيت من جوه فيبقى من جوه ومن بره الشعرايه بتتغذى من بره وبتتغذى من جوه يبقى النهارده بصف. مجموعه سله اي حد عنده مشاكل في التساقط هتتحل اي حد عنده مشاكل في الانبات اي حد عنده مشاكل في تعزيز الشعر اي حد عنده مشاكل في التلف اي حد عنده مشاكل في نعومه الشعر لان في بيوتين وفي كرياتين فهو كمان بيدي نعومه اي م. حد عنده مشاكل في التسريح او في التشابك هو هيحل المشكله اطلب ده ازاي طبعا ارقامنا موجوده على الشاشه صفحه الفيسبوك والانستجرام نتاكد من اللوجو بتاعنا طبعا بعد النجاح الفتره اللي فاتت ابتدت تظهر صفحات تانية جديده مش تبعنا احنا ارقامنا بس اللي موجوده على الشاشه هياخدوا عرض نقطه مهمه قوي إيه؟ الارقام اللي على الشاشه فقط يا جماعه واللي احنا شايفين الخاص. ده الصفحه بتاعت الفيسبوك وفي الصفحه بتاعت الانستجرام دي الصفحات الحقيقيه لشركه سلا والمنتجات بتاعت سلا اي صفحات تانية مش صفحات حقيقية الارقام اللي موجودة في البرنامج ده هو الارقام الحقيقية فقط في عرض جميل معمول النهاردة تضغط عليا كل مرة ايوه طبعا لازم ها <applause> احنا مش هنسيبها شعرها بايز تاخد مجموعة الشعر تمام؟ وكمان هتحسن مع بشرتها بمجموعة البشرة عندها مشاكل في البشرة هناخد مجموعة البشرة وكمان هنظبط الشعر يبقى النهاردة مجموعة الشعر عليها البشرة هدية ومجموعة البشرة عليها الشعر هدية شوف بقى بتقول ايه لو عندها مشاكل في شعرها هنعمل لها البشره، طب احنا رجاله بره اللقطه يعني؟ لا ليه؟ اي مشاكل في التساقط، اي مشاكل في القشره، احنا عندنا مجموعات سلة للشعر هتحلها. تمام اي مشاكل في ناس عندها تصبغات على فكره برضه احنا كرجالين. رجال كده بيحصل لنا كده برضه الرجل... على فكره. احنا بني ادمين يا بيت بعد الحلاقه او بعد الشيفنج بيبتدي يحصل <applause> هيلينج او الالتهاب ده. الالتهاب دوت ممكن بعد كده يسيب لي اثر لانه ممكن يعمل مثلا احمرار فالاحمرار يعمل تصبغ فالتصبغ يسيب لي مشاكل فالنهارده عندي كريم تفتيح سلة يقدر يهدي لي البشره لان فيه بنسينول مجدد للخلايا في كولاجين فيه فيتامين سي كل الحاجات دي هتديني نضاره وكمان اي حد عنده مشاكل على مدى يعني العرض ده ليه وليها مش ليها بس ايوه كده يعني لو اي حد اي حد من الساده المشاهدين يعني رجال او سيدات سيدات او رجال يطلبوا عرض الشعر هياخدوا معاه عرض البشرة هدية لو طلبتوا عرض البشرة هتاخدوا معاه عرض الشعر وكمان يا استاذ احمد عايز اقول لك على حاجه رغم ان احنا منتج طبيعي مرخص من وزاره الصحه مستخلص كمان تركيزه اعلى كمان سعره في متناول الجميع أوه. معلش انا عايز اجيب الكاميرا تاني يعني حضراتكم شايفين يعني المجموعه دي حضرتك ممكن تحصل عليها المجموعه دي كامله اطلب نص المجموعه هتجي كل المجموعه اللي حضرتك شايفها قدامك حالا دي زي ما هي كده بالظبط هتجي لك الست علب لو طلبت الـ الـ الشامبو بس هيجي لك الست علب، لو طلبت الـ 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 البشره بس هيجي لك برضو الست علب آه عن طريق الارقام التليفونات المبينة اسفل الشاشه. عايزه اطمنهم تاني ان السعر في متناول الجميع، ناس تقول لك مش خاطر هي بقى حاجات طبيعيه ومرخصه وكمان امنه وتركيزها عالي تبقى سعرها غالي، لا كل البنات او كل الست تقدر تجيبها، اي حد عايز يجيبها هديه طبعا هو عايز يجيب له هي والدنيا تبقى تمام، لا هي سعرها في متناول الجميع. يعني احنا في الاخر عايزين نقول ان هي منتجات مصريه منتجات مرخصه من وزاره الصحه منتجات زي ما احنا شايفين البرودكت شكله حلو البرودكت الـ الازازه بتاعته حتى يعني آه انا مش هتكلم عن اللي جوه انا بتكلم عن حتى الفينيشنج كان دايما عندنا مشاكل في مصر لكن انت بتعمل برودكت ممكن يكون كويس قوي 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 بس عندك مشكله في الفينيشنج عندك مشكله في التاتش الاخير كده بيبقى عندك عندنا كده حته كده مش مش الطف حاجه البرودكت ده زي ما احنا شايفين شكله كويس المنتج اللي من جوه نفسه متميز جدا 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 انا بشكرك جدا انا بشكرك ايه إثبتان على وجودك معانا تاني افكر الساده المشاهدين لو خدت عرض الشعر هتاخد البشرة هدية لو خدت عرض البشرة هتاخد الشعر هدية بشكرك ايه انا بشكر حضرتك وان شاء الله كده دايما تبقى مصر حلوة يارب. بوجود شركات زيكم اه طبعا احنا عاملين مبادرات الجمالة هي يا رب دايما كده مصر تبقى حلوة بناسها الحلوة والحاجات الحلوة اللي موجودة فيها احنا كده نكون وصلنا لنهاية